تشيلسي البدايه كانت سيئه مع لامبرت في الدوري الانجليزي، كان ابتعد ووصل لمراكز متاخره جدا. في بدايه السيزون لو كنت سالت اي حد تشيلسي هيوصل دوري ابطال اوروبا مستحيل كنت تتوقع، مش ممكن طبعا يحصل. مستحيل كنت تتوقع ده. طبعا توماس توخيل، طبعا الاداره اولا اختيارها المدرب زي توماس توخيل واستغنائها عن لامبرد، وده درس لينا احنا حتى كانديه مصريه وكادارات مصريه بشكل عام، ان مش عيب ان انت ما دام انت دارس الموضوع كويس وما دام انت مستقر على او عندك رؤيه او عندك مشروع وحاسس ان استمرار المدرب ممكن يضر بالفريق، ما دام انت دارس الموضوع خد القرار. ما فيش مشكله ان المدرب يمشي وتجيب مدرب مناسب لقدرات لاعبيك او مناسب لمشروعك، وده يقدر يحقق معاك النجاح. وده حصل يمكن برضو يعني حاله قريبه للنادي الاهلي لما جاب مثلا بيتسو موسيماني في وقت برضو كان نص سيزون وكان وقت صعب، مش بس وسط موسم، لا ده كان كمان قرب النهايه بالزبط. ومع ذلك قدر يتعامل بشكل ناجح ويكمل المشوار ويفوز بافريقيا وبالكاس. فاحنا عايزين، مفيش قواعد ثابته في الكوره، في الاخر القرار لما بيتاخد لازم يكون مدروس كويس، وما دام درست مين قرار مين فرصه اكبر؟ بكل تاكيد مانشستر سيتي. لكن تشيلسي مش خصم هين، هو انت قدام مدرستين، مدرسه بتعتمد على الاستحواذ والانتشار وكمان في مهارات فرديه عاليه وطبعا تكتيك، ما نقدرش نقول طبعا بنتكلم عن بيب جوارديولا ومانشستر سيتي، ومدرسه ثانيه بتعتمد على الالتزام المتناهي ووسط ملعب قوي جدا. اعتقد اذا كان وسط ملعب تشيلسي في حالته وقدر يعني يخطف وسط ملعب مانشستر سيتي او هيصدر ليهم متاعب، لكن لو قدر جوارديولا يتحاشى قوه كانتي وجورجينيو قوه وماونت، طبعا ميسون ماونت مع رياض محرز سوري مع فيرنر وتحركاته مع حكيم زياش، لو قدر يسيطر على منطقه وسط الملعب ويحرم تشيلسي من امتلاك الكوره فيها، اعتقد هيكون اللي يقدر يتعامل مع البي اس جي ويكسبه على ارضه بنتيجه 2-1 ويحجم قدرات ثنائي بشوفه هو الاخطر في العالم دلوقتي نيمار وامبابي طبعا، ويقدر يعمل ده مع اي فريق تاني. انا عارف ان كل مباراه ظروفها وانه الذهاب والعوده تختلف، خلي بالك فريقين من دوري واحد برضو دي بتزود الصعوبات على الطرفين.